طيب، صباح الفل على جيشنا، صباح الفل على جيش مصنع عسير. عايزه اقول لكم بقى يا جماعه ان من ساعه ما عملنا الفيديو بتاع اللي عايز يبدا مشروع معانا ب 3000 ب 5000 وفي اقبال جامد، يعني ناس عندها حماس وناس عايزه تبدا وناس عايزه تاكل لقمه عيش كتير جدا. فطبعا ايه، احنا بنحاول نساعد الكل انه يبدا مشروعه، لو بقل على قد اللي في جيبه هيبدا. ده الاوردر اهو طالع. انا عايزه اقول لكم ان احنا في اليوم بنجهز من الحاجات دي حوالي 200 300 اوردر لناس لسه بتبدا. يعني بقول لكم انا ما كنتش متخيله ان في ناس يعني عندها طموح كتيره قوي كده، يعني في كتير بس عندها طموح. بصوا كده معايا، دول 40 حته يا جماعه، 40 قطعه في العرض. بصوا حاجات بقى، بصوا باسعار ببلاش. ترنجات ام 65 جنيه، والترنجات الحمد لله بنشجع الكل ان ياكل لقمه عيش معانا، وشغل البرندات وشغل الاربع قطع والخمس قطع اهو، تمام. كل ده كده 40 قطعه، كل دول كده. بصوا وترنجات بناتي واولادي مقاسات 6 8 10 اهو، كل ده كده شغل بسم الله ما شاء الله على عينك يا تاجر. ترنجات 3 قطع اولادي بجاكيت بامب، يعني ما بنحطلكش كمان اي حاجه، احنا بنحطلك شغل تعرف ترزق فيه وتعرف فعلا تاكل فيه لقمه عيش. ترنج زي كده لو بيع، يعني بص اصلا المقاس بتاعه، بص الخامه اهو، تعرفي ترزقي فيه قد تمنه مره كمان، بنبيع لك بنص الثمن، بنص الثمن حرفيا. بص ترنجات محيره، دفايات، بنحطلك في العرض كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه بتجيلك في العرض ده اهو. اللي عايز يطلب العرض يا جماعه، ده كده بخمسه، ال 40 حته دول عاملين 5000 جنيه، وفيهم حريمي كمان، فيهم ترنجات حريمي. بص كده ترنجات كمان، تونيكات لوكس، بص اهو بالبم اهو. انا مش عارفه اصور لكم قوي برضو، اني مش عايزه افتح لها حاجتها، حاجات الزبونه، ربنا يحسن لها سوقها ويجعل كده الفتنه حلو عليها وشنا حلو عليها ان شاء الله. العرض يا جماعه ده عامل 40 حته ب 5000 جنيه، 40 قطعه ب 5000 جنيه، تمام. عايز تبداي من اول 5000 جنيه، هتدقي ال 40 حته دول ابسط شيء مكسبك فيهم. اضربي انت كده ايه، لو حطيتي مثلا في الحته ابسط حاجه 50 جنيه مكسب، ده كمان كده انت تبقي بتحرقي شغل بالاسعار اللي احنا مدينها لك دي. ما تاخدي مثلا ترنج ب 65 جنيه، ولا ما تاخدي ترنج ب 75 جنيه، او تاخدي مثلا ترنج بناتي لوكس زي كده ب 120 وب 145، اصبح انت لما تحطي لو ترنج 3 قطعه زي كده، ابسط حاجه تتحطي فيه مكسب 100 جنيه بالنسبه للناس اللي بتبيع قطاعي والكلام ده كله. فلما تحطي بقى في 40 في 50 بكام؟ يعني لو حطيتي معدل 50 جنيه في القطعه، 50 جنيه اصبح انت كسبانه في ال 40 حته دول 2000 جنيه، يعني اصبح الشغل اللي انت واخداه ب 5000 بعتيه بسبعه وهكذا، وتاخدي بقى بالسبعه وتكبري واحده واحده، ويعني وبعد كده يعني ربنا يفتحها على الناس كلها، يبقى عندك محل.